تفضل استريح. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد فوميو كوشيدا رئيس وزراء اليابان، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالسيد فوميو كوشيدا رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق لسيادته ضيوفاً أعزاء على مصر. في مستهل الجولة التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء في عدد من دول القارة الإفريقية قبل استضافة مدينة هيروشيما لقمة مجموعة السبع الشهر المقبل تحت الرئاسة اليابانية، وفي أول زيارة يقوم بها دولته إلى مصر منذ توليه المسؤولية في بلاده، استعكس تلك الزيارة الكريمة الاهتمام المتبادل بين مصر واليابان بالبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما على المستويين الرسمي والشعبي. وأود أن أؤكد على ما نحمله في مصر من مشاعر تقدير بالغ واحترام لإسهام اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر، والتي أذكر منها المتحف المصري الكبير الذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة، والذي نتطلع أن يكون بيننا في حفل افتتاحه دولة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية والذي رأى النور في سبتمبر 2018 ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني التوكاتسو في المدارس المصرية، إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين والتي لا يتسع المقام لسردها جميعا، علاوة على مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الذي يعد نموذجا ناجحا للتعاون الثلاثي بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة. السادات والسادة، لقد استعرضت مع السيد كيشيدا الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والوكالية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، وكذا الحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين، وتناولت الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في شتى المجالات، ودعوت الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. كما تبادلت مع السيد رئيس الوزراء وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. لقد كانت النقاشات إيجابية وبناءة، حيث استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات، وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية، فقط ما أحدثته جائحة كورونا من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء وتوقعات بتراجع معدل النمو، حيث أكدت دولة رئيس الوزراء تطلعنا إلى أن يعمل شركاء التنمية وفي المقدمة اليابان كونها دولة رائدة في الإسهام التنموي العالمي، وفي ظل رئاستها الحالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، من أجل أن تحظى تلك التحديات الاقتصادية الملحة بذات قدر الاهتمام بالجوانب السياسية والأمنية للأزمة الأوكرانية التي نأمل أن يتم التوصل لتسوية لها، وذلك من خلال بحث سبل تخفيف فترة التحديات الاستثنائية الملقاة على عاتق العديد من الدول النامية. تبحثت كذلك مع ضيفي الكريم بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، واحتلت التطورات في السودان جانبا مهما من المباحثات، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا خالصا، بما يسهل من نزع فتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها. السادات والسادة، يسعدني في الختام أن أؤكد مجددا للسيد فوميو كوشيدا حرص مصر على تعزيز وتعميق التعاون بين البلدين كنتيجة طبيعية لتميز العلاقات بينهما، وثقتي في توافر ذلك الحرص وبذات الدرجة لدى دولة اليابان الصديقة، وليس أدل على ذلك من تواجده بيننا وتشريفه لنا اليوم، إذ أجدد الترحيب بضيف مصر العزيز والوفد المرافق لسيادته، متمنيا لهم إقامة سعيدة في أرض الكنانة. شكرا.
يسرني كثيرا ان اتاح لي ان ازور مصر كأول بلد في جولتي الاولى لمنطقه首脳会談では、2国間関係から地域、国際情勢にわたる幅広い課題について率直な意見交換を行い、日本として、エジプト、そしてこの地域の成長と繁栄に引き続き貢献していく決意をお伝えいたしました。 また G7 議長国として、エジプトとの議論を踏まえながら、今月の広島サミットに臨むことを説明いたしました。2国間関係では、先ほど署名を行った、カイロ地下鉄4号線にかかる協力や、国際協力銀行による日本企業の風力発電事業参画支援と、 多方面にわたる息の長い支援を続けています。教育分野では、エジプト国内で普及が進む日本式教育について、新たに高等専門学校の導入に向けた協議を開始しました。人材育成は国家の 繁栄の源であり、日本は今後もエジプトに対する教育分野での支援を続けていきます。ロシアのウクライナ侵略を受け、多くの人々が食糧価格の高騰に苦しんでいます。日本は円借款による農業用水の利用効率化支援や技術協力によるポンプの維持管理支援、無償資金協力を通じた 農業生産性向上のための支援といった様々な事業を通じ、エジプトの食糧安全保障強化に貢献していきます。スーダン、ウクライナや東アジア情勢等の国際情勢についても意見を交わしました。現下のスーダン情勢について、エジプトによる同国の平和と安定の実現に向けた貢献に敬意を表します。大統領との間で時間をかけて話し合い、一刻も早い事態の鎮静化と民政移管プロセスの 再開に向け、スーダンと密接な関係を有するエジプトとの緊密な連携で一致をいたしました。アジアと欧州を結ぶ物流の大動脈、紅海に面するスーダン、日本及び世界経済に多大な影響を及ぼす恐れがあります。我が国としても G7議長国、安保理メンバーとしての、清水アフリカの角の担当大使をエジプト含む関係国に派遣する予定であること、また周辺国における難民国内避難民に対する緊急人道支援を実施する用意があることをお伝えしました。 ロシアによるウクライナ侵略という国際秩序の根幹を揺るがす暴挙は決して許せません。唯一の戦争被爆国として、ロシアによる核の威嚇は断じて受け入れられず、ましてやその使用はあってはならないと考えています。LCC大統領とは
وقد اتفقت مع فخامة السيد عبد الفتاح السيسي على أهمية الحفاظ على النظام الدولي القائم على سيادة القانون وعدم القبول بتغيير هذه الجانب للوضع القائم أينما كان في العالم. واتفقنا أيضا على تنسيق التعامل مع كوريا الشمالية في قضايا السلاح النووي والصواريخ واختطاف المدنيين اليابانيين. وفي هذه المناسبة شرحت لفخامته عن الخطة الجديدة التي أعلنت مؤخرا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمنفتحة. وبالنسبة لمصر التي لديها قناة السويس أهم شرايين نقل المواد، من المهم للغاية من استخدام السلمي لمياه البحر وسلامة الملاحة البحرية، فستستمر اليابان في التعاون مع مصر في هذا المجال أيضا. وشاركت فخامته بقلق بالغ تجاه أوضاع إسرائيل وفلسطين التي يسود فيها التوتر، وأنا أقدر تقديرا عاليا الجهود التي تبذلها مصر لخفض التوتر. وبالنسبة للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء MFO، أبلغت فخامته بنيتنا لتعزيز مساهمتنا من خلال الموارد البشرية. واتفقنا أيضا على التنسيق لعقد الحوار السياسي الياباني العربي الثالث في سبتمبر هذا العام، والمزيد من تعزيز التعاون الثلاثي الياباني المصري الأردني. لم تعد اليابان ومصر شريكين على المستوى الثنائي فقط، بل على المستوى الإقليمي والدولي. فبناء على هذا الوضع قد اتفقنا في هذه المناسبة على رفع مستوى علاقة البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية. وسنعمل مع فخامة السيد عبد الفتاح السيسي الذي ينشط في معالجة العديد من القضايا، نعمل معه من أجل المساهمة في السلام والاستقرار والازدهار للمجتمع الدولي. شكرا جزيلا لكم.